بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان. ألتقيكم إن شاء الله بفقرة ببساطة. في هذه الفقرة قبل أن نتطرق لمسألة فقهية، لا بأس أن نعرج عن شهر شعبان، على شهر شعبان ونحن في ضيافة هذا الشهر الكريم، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اليوم تمر علينا ذكرى عزيزة على قلوب شيعة ومحبي أهل البيت، ألا وهي ولادة مولانا علي الأكبر. وما أدراك ما علي الأكبر؟ وصفه سيد الشهداء وقال عنه: هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان علي الأكبر يحمل صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمتلك شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحدة من صفاته كان يحنو على الفقراء، كان يوقد النار في مكان مرتفع في الليل حتى يهتدي إليه الغريب والضيف والفقير والجائع. إذن فلماذا أحبتي، لماذا لا نتأسى بهذه الصفة؟ لماذا لا نؤسس لمؤسسات ترعى الفقراء؟ مؤسسة باسم علي الأكبر لرعاية الفقراء، هكذا نتأسى بهم إذا أردنا التأسي بأهل البيت وبهذه الشخصيات العظيمة. فعلينا أن نؤسس ونقدم نظام يرعى هذه الطبقة، وهي الطبقة الفقيرة. كذلك صفة من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، كان عنده وضوح في الرؤية، فليس في قاموسه مفردة اللف والدوران، بل كان مثالا للحق من خلال الحوار الذي جرى بينه وبين سيد الشهداء. قال: يا أبتي أولسنا على الحق؟ قال: إي، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. فكان عنده وضوح في الرؤية. هذا فيما يخص هذه الشخصية العظيمة. أما في مسألة المسألة الفقهية، أما بلحاظ المسألة الفقهية، الكثير من الأخوة يسألون: هل هناك مخرج لقضية الصيام المستحب في حال السفر؟ قلنا أن الصيام المستحب لا يجتمع مع السفر إلا إذا كان قد نذر، وإلا لا يجتمع الصيام مع السفر. نعم، في حالة واحدة يجتمع، هو الصيام 3 أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، فقط في هذه الصورة. أما في بقية الصور فالصيام لا يجتمع مع السفر إلا إذا كان ناوي الإقامة 10 أيام، أو نذر الصيام في السفر، أو هذه الحالة التي ذكرناها وهي الصيام 3 أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه.